عايزين نتكلم اكتر عن تاريخ بيليه، عن ارقام بيليه مع علي ابو طبل الناقد الرياضي. استاذ علي صباح الفل وارحب بيك. بيليه رحل. صباح الفل، طبعا برحب بكل مشاهدي القناة الأولى وأرحب بحضرتك. بالتأكيد يوم حزين في كرة القدم، وهو يوم رحيل أيقونة كرة القدم البرازيلية بيليه. يمكن هو الأهم، الأيقونة الأهم في تاريخ كرة القدم. العديد من النجوم يمكن مروا عبر تاريخ اللعبة، ولكن لما تيجي تسأل كل النجوم ليه، هيتفقوا إن بيليه هو المرجعية الأساسية في كرة القدم، وسبب رئيسي في انتشار اللعبة وشعبيتها حول العالم. يمكن طوال مسيرته بيليه ما لعبش الا مع نادي سانتوس البرازيلي من اول ما ظهر لاول مره في 1956. هم كانوا بيعتبروه استاذ علي ان هو يعني ايقونه او منجم في او منجم وطني، ما يقدروش ان هم يفرطوا فيه. ده حقيقي فعلا، لان هو فعلا ما لعبش طوال مسيرته او اغلبيه مسيرته الا مع نادي سانتوس البرازيلي من اول ما ظهر في سنه 1956، وكان يعني ظاهره من اول ما ظهر بعمر 15 سنه. فاول ظهور ليه واول مباراه ليه قدر يسجل مع سانتوس 4 اهداف، وبعدها ما قدرش او ما خرجش لاي نادي اوروبي. مسيره بالكامل قضاها مع نادي سانتوس حتى الاعتزال لاول مره في 1974، ولكن يعني بعد الاعتزال ده بحوالي 8 شهور كانت له تجربه بقى بعيده عن الضغوط في الولايات المتحده الامريكيه. صحيح. مع نادي نيويورك كوزموس. صح. رجع من الاعتزال ولعب 3 سنوات هناك، وقدر يساهم ان هم يحققوا دوري الولايات المتحده في سنه 1977، ووقتها يعني حققوا له او اقاموا له مباراه تكريميه واعتزاليه مره ثانيه في 1977. ده حقيقي. كان سمعنا او شفنا فيديوهات لبيليه وهو بيقف حارس مرمى او بيتمرن كحارس مرمى. هو لعب قبل كده كحارس مرمى في الفريق البرازيلي اللي كان بيلعب فيه؟ ده حقيقي. يمكن بعد وفاة بيليه بدأ تظهر قصص كتير عن مسيرته وعن حاجات نادرة كانت بتحصل. نادي سانتوس لف العالم كله في مباريات خيرية، مباريات ودية، وكان معاهم بيليه، ومن خلال الزيارات لبعض الدول الإفريقية ولعبوا في مصر كمان. ده حقيقي فعلا، لعب النادي الأهلي في سنة 1973، وزار عدة دول إفريقية. ويمكن الزيارات للدول الإفريقية ده المدخل اللي يخلينا عن قصة لعبه كحارس مرمى. البداية كانت إنه لما كان في زيارة مع نادي سانتوس في عدة دول إفريقية، كان الرعاة لهذه المباريات كانوا بيطلبوا إن بيليه يقف حارس مرمى للفرق المنافسة لنادي سانتوس خلال الأشواط الثانية في كل مباراة، وكان بيليه بيرحب بده بشكل كبير، لان يعني هو كان اكتشفه بعد كده ان هو كان بيجيد اللعب في مركز حراسه المرمى، وله تاريخ يعني مش متداول قوي في هذا المركز. بيليه نفسه لما اصدر مذكراته في 2006 كان خصص جزء ان هو كان بيتكلم ان هو بيجيد اللعب كحارس مرمى، وانه لعب 4 مباريات مع سانتوس في المركز ده، ولعب مباراه مع منتخب البرازيل كحارس مرمى، لكن كانت مباراه وديه. في زملاء سابقين لبيليه كتبوا برضه في مذكراتهم الشخصيه، او قالوا كمان تصريحات تلفزيونيه يعني تم ارشفتها، ان بيليه كان بيشارك كحارس مرمى في تدريبات كتير مع نادي سانتوس، وكان مهتم بأدق التفاصيل الخاصه بحراسه المرمى والتدريب عليها، وبيهتم ان هو يسمع ملاحظات مدربي حراسه المرمى عشان يحسن من مستواه كحارس مرمى. وكمان سانتوس نفسه في الخمسينات والستينات كان لسنوات عديده جدا كان قائمة الفريق نفسها بيبقاش فيها إلا حارس مرمى واحد، وكان الحارس البديل في الطوارئ هو بيليه، كانوا بيعتمدوا عليه كحارس مرمى رقم 2 في الفريق. في حارس سابق برضه لسانتوس اسمه لالا اتكلم تحديدا وقال إن بيليه لعب، لو كان لعب في مسيرته كلها كلاعب كحارس مرمى، كان هيبقى الحارس رقم واحد في البرازيل خلال الفترة الزمنية دي، لأنه كان بيأدي واجبات مركز حراسة المرمى بكفاءة عالية جدا. بالحديث بقى عن حراسة المرمى وبيليه، في مباراة محددة هي اللي ظهر فيها بيليه بشكل ممتاز جدا كحارس مرمى، كانت في كأس البرازيل سنة 1964. هو على فكرة أنا آسف أستاذ علي بقطعك يعني، بس هو يعني فكرة إن بيليه حارس مرمى أصلا كعنوان مستغرب أصلا علينا إحنا كمحبي ومشجعي بيليه يعني. بالظبط، لأن هو كان حدث نادر وكان بيحصل في أوقات الطوارئ، وهو برضو كان حابب اللعب في المركز ده في أوقات الطوارئ مع نادي سانتوس. يمكن هو زي ما قال ان هو لعب 4 مباريات في المركز ده مع نادي سانتوس، والمباراه الاهم والقصه اللي اتعرف من خلالها ان بيليه عنده امكانيات كحارس مرمى في مباراه رسميه، كانت في نصف نهائي كاس البرازيل 1964. وقتها كان سانتوس بيلعب جريميو، وصحيفه ماركا الاسبانيه عملت تقرير بعد وفاه بيليه عن هذه المباراه،
مباراه كانت ضد جريمي، وكان النظام نصف النهائي بيتلعب بنظام الذهاب والاياب. سانتوس ذهابا على ملعبه تفوق بنتيجه 3-1، والاثاره بقى والقصه كلها كانت في مباراه الاياب اللي كانت على ملعب جريميو، وقدر نادي جريميو ان هو قبل نهايه الشوط الاول يتقدم 3-1 وقدر يعادل الكفه. وبعدها بقى ظهر دور بيليه، لان بيليه في المباراه دي قدر ان هو يسجل هاتريك، وسانتوس قدر يفوز بنتيجه 4-3 في هذه المباراه. وفي خلال الست دقائق الاخيره حارس المرمى الاساسي لنادي سانتوس اللي هو كان اسمه جيلمر طرد، ف بيليه لعب الدقائق الاخيره من المباراه كحارس مرمى في هذه المباراه. ما تكملش بعد اذنك، ما تقوليش ان هو كان صد بلنتي. ما صدش بينالتي، ولكن صد فرصتين خطيرتين لجريميو. في فيديو، مقطع فيديو متداول على اليوتيوب لملخص هذه المباراه، بيظهر تصدي بيليه لفرصتين لجريميو، ومنع شباكه انها تهتز باكثر من الثلاث اهداف اللي تلقاها الفريق في الشوط الاول، وقدر سانتوس ان هو يفوز 4-3، وقدر انه يوصل مباراه نهائيه بفضل ان بيليه اولا سجل هاتريك في هذه المباراه، ثم بعد ذلك قدر يحمي شباكه من انها تهتز. الصحف البرازيليه في اليوم التالي حطت عنوان نقلته الماركا وترجمته الحرفيه كالاتي: بيليه نجم كبير في عالم كره القدم عندما تكون الكره بين اقدامه او بين يديه. اسطوره اسطوره عيد. هو فعلا اسطوره. استاذ علي ابو طبل الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا، معلومات مهمه جدا. بيليه حارس مرمى، يعني معلومات صراحه انا شخصيا ما كنتش يعني عارفها او ممكن اصدقها اصلا، ان بيليه يقف حارس مرمى ويساهم في فوز فريقه سانتوس البرازيلي في ماتش يعمل رومنتادا، يسجل هاتريك وكمان يبقى حارس مرمى.